طمنك يا باشا انك معاك حتة فرقة بسم الله ما شاء الله، حاجة نيلة. ايه حاجة جميلة والله العظيم، ده حاجة جميلة جدا. انا نفسي حضرتك تيجي وتشوف. انا بس كنت عاوز اعرف حضرتك بلغت حد من المسؤولين او من الوزارة؟ يو بعدين يا كمال، قلت لك لما افضى حاجة اتفرج واتملى في جمالك انت والنجوم اللي معاك. براحتك يا باشا. يا كمال انا سرقته يا كمال، سرقته يا حاج. موبايل مين ده يا كمال؟ ده موبايل المأمور. شوفوا يا جماعة، صدقي منفض للموضوع بتاعنا تماما، ولو هو مش عاوز يروح لحد مسؤول عشان يعرض عليه الموضوع، نبقى احنا نجيب المسؤول لحد هنا. ماشي انا معاك في كل اللي انت بتقوله ده، بس مش لدرجة ان احنا نسرق موبايل مأمور السجن. احنا لو اتقفشنا هيبقى فيها 6 أشهر زيادة. ما تقلقش، انا قافل الموبايل لحد ما نشوف هنعمل ايه. طب وانت ناوي تكلم مين من الموبايل؟ وزير الداخلية. ده يسجننا ده. نعم حبيبي؟ وزير الداخلية ده يسجننا. انا مش عايز السجن. ده على اساس ان احنا هنا في داندي مول؟ طب انت هتقول له ايه بس يا كمال؟ ايه عقل كده؟ انا بس قبل ما اعمل اللي هعمله ده عايز اعرف حاجه، انتوا ناويين تكملوا معايا لحد الاخر ولا عاوزين تقفوا هنا؟ احنا رجاله، احنا معاك. يبقى توكلنا على الله. السجن ده تلاقي صدقي بيدور على الموبايل بتاعه. طيب خد يد تعالى ابنك، خد يد تعالى. راح فين يا جد؟ راح فين؟ لا ده انا كنت راح اقول للمأمور بس نطمنه ان احنا لقينا موبايل. بعتوني فجاه؟ طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما هو يفضل يرن. الو الو ايوه الو، ايه ده صلى صوت ده ولا ايه؟ الو الو ايوه مساء النور. ايوه كده اتكلم. التليفون اللي بتكلم منه ده متهالي بتاعي انا الحرامي. ده انت بجح قوي، سرقته ازاي؟ هقول سرقته ازاي؟ ده مجهود. انت فين انت؟ اماني وقع الساعة نمسك من الناس. عارف انا مالكش اتنين؟ اسكيوز مي، اي دونت اندرستاند يو. كان يو سبيك سلولي؟ يو ويل يوز مي انجلش. قول له كيس مي. كيس مي. دو يو لاف مي؟ يو لاف مي؟ دو يو نيد مي؟ يو نيد مي. يا ابني التليفون فين؟ أماني بقى الساعة 2 في الناس، ولو ما جتش الساعة 2:05 أنا همسح الأنعام من على الموبايل. ما أنا ما فهمتش ولا كلمة إلا بكرة، بس بكرة وبعد كده. مو 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 إيه اللي أنت بقى عايز تقول إيه؟ سوري أي هاف تو جو. سوري أي أم هاف تو جو. ماي ماي يا حبيبي. في الجراج؟ الجراج إيه؟ وده مسجل وزير الداخلية إيه ده؟ الحاج عبد السلام، الحاج عبد الحميد، الحاج عبد المعطي، بيبي. ما تكلم لنا بيبي دي مفرفش شويه. مش وقتك يا جابر. شوف انا لو قلنا سجلوا اسم وزير الداخليه. وزير الداخليه صح. معايا حضرات. مش ناقصاك ايه يا صدق دلوقتي؟ لو عايز الكل تقول لي بسم الله. انا اللي كان شاغلني واللي كان وبعدين في اللي ما ردتش ده. يلا اسود. ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا صدقي، هتودينا ب 60 دقيقة.